شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال حديثنا وكلامنا في حديث الامامه وهو الحديث الذي رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام في المقاطع السابقه الامام الرضا يقيم الادله العقليه والنقليه على لزوم اتصاف الامام بمجموعه من الاوصاف واهمها العلم والعصمه ولا يكون ذلك إلا باصطفاء الله سبحانه وتعالى ثم يبين أن الذين اصطفاهم الله عز وجل في هذه الأمة هم آل محمد صلى الله عليه وآله فهم بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وجعل فيهم الإمامة بعد ذكر هذه المقاطع يبين الامام الرضا ان الحجه تامه على الناس لانهم خالفوا امر الله وامر الرسول مع وصول ذلك الامر اليهم الانسان تاره لا يصل اليه الامر بدون تقصير منه فهذا جاهل قاصر والله سبحانه وتعالى يقول: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الجاهل القاصر معذور، ولكن العالم المخالف أو الجاهل المقصر في جهله، هذا الحجة تامة عليه، والله سبحانه وتعالى أتم الحجة، قل فلله الحجة البالغة" فيقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أن الآيات دلت على أن الإمامة شأن عظيم وأنها تكون في آل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، وكذلك الروايات الصحيحة الصريحة التي رواها المسلمون أجمع تدل على ذلك، فإذا واحد خالف فهذا الحجة تامة عليه وغير معذور في فعله، فيقول الإمام الرضا: رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله صلى الله عليه واله وأهل بيته إلى اختيارهم. الله هو الذي اختار، هذا يخالف أمر الله. الرسول بلَّغ ما أنزل إليه من ربه. هذا يخالف امر الرسول اهل البيت الذين امر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم بلغوا هذا يخالف كلام اهل البيت فالحجه تامه عليه الايات التي يستدل بها الامام مجموعه من الايات او يستشهد بها من تلك الايات قوله تعالى في سوره القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه من الامور الواضحه بان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والتشريع بيده. نحن نقول ان الله خلقنا، نعم خلقنا. والله شرع لنا. اما واحد يجي يقول لا الله خلق بس ما عنده شغل بينا. نحن نشرع لانفسنا. هذا ما يصير. الله العالم بكل خصوصيات الانسان ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. العالم بما كان وما يكون وما هو كائن وما يصلح هذا الانسان وما يفسده. وما يقربه الى الطاعات والى الحق وما يبعده عن الاضرار سواء الدنيويه او الاخرويه وعالم بجميع الاشياء وبجميع الافعال صالحها عن طالحها حقها عن باطلها والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده بار بهم فالتشريع له لا معنى لأن نقول إن الخلق من الله بس التشريع للناس. الله يخلق الناس يختارون، ما يصير. لذلك في هذه الآية الشريفة من سورة القصص الله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء. طبعا مشيئته بحكمة لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يختار الأنبياء. ومن بعد الانبياء الاوصياء. ما كان لهم الخياره، يعني الله لم يفوض لهم الاختيار. احيانا الله سبحانه وتعالى فوض الينا امرا. ما يخالف. انت تريد تتزوج. الله لم يعين لك زوجه معينه، شرع احكام عامه مثلا المسلمه لا تتزوج الا بمسلم. هناك محارم يحرم الزواج. منهن وهكذا تشريعات عامة بس الله سبحانه وتعالى قال أنت اختر الزوجة التي تريدها روح اتفق وياها ويا أبوها مثلا وعلى كتاب الله وسنة رسوله تزوجه مو مشكلة في كثير من الأمور الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الاختيار أنت الآن ماذا تعمل؟ الله عين أحكام عامة هذه محرمات لا تقربها لكن في دائرة المحللات كل عمل تريد تختاره تقدر تختاره بشرط أن لا تضر الناس مثلا ولا تتعدى على حقوقهم ولا تخالف حكما من الأحكام لكن في مسألة النبوة الله لم يعطى الاختيار للناس لأنه الناس لا يتمكنون من اختيار النبي هذا النبي يحتاج أن يكون تكون فيه القابلية هذه تكون فيه صفات معينه الله سبحانه وتعالى يصطفيه يوجد فيه تلك الصفات وهو الذي يبلغ الناس يخبر الناس بان هذا النبي فاتبعوه زين الناس شلون يعرفون هذا صادق او المتنبي غير صادق يعني يميزون بين النبي والمتنبي عن طريق المعاجز مثلا فالله سبحانه وتعالى اعطى انبياءه المعاجز وكذلك بالنسبة للائمة ذكرنا في المقاطع الماضية الامام لازم يكون له العلم يكون له العصمة ومجموعة من الصفات الاخرى تكون له فهذه الصفات لا يمكن لاحد ان يصل اليها الا باصطفاء الله سبحانه وتعالى والله لم يصطفِ كل احد اصطفى جماعة معينين ثم عرفهم للناس فاختيار الانبياء والاوصياء هذا حق لله سبحانه وتعالى حصرا، ولم يفوضه لاحد. زين اذا واحد اجا يقول: انا لي الاختيار. يقول انه اختيار الانبياء بيده، اختيار الائمه بيده، فهذا ينسب الى نفسه صفه هي خاصه بالله. اختيار الانبياء والاوصياء هذه صفه خاصه بالله. اذا واحد نسب الى نفسه انه له هذه الصفه فقد اشرك بالله ان جعل نفسه شريكا في الله لان الشرك شنو هو الشرك هو ان تنسب صفه خاصه بالله الى غير الله هو هذا الشرك يعني العباده خاصه بالله سبحانه وتعالى لا تجوز عباده غير الله اذا واحد كمشركي مكه يقول احنا نعبد الله سبحانه وتعالى ونعبد الاصنام والعياذ بالله كانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذا مشرك لان العباده خاصه بالله فعبد غير الله فاشرك بالله سبحانه وتعالى وكذلك هناك صفات خاصه بالله سبحانه وتعالى الاستقلال في الخلق وفي الرزق وفي الاحياء وفي الاماته هذا خاص بالله سبحانه وتعالى اذا تشوف عيسى ايضا احيا الاموات فباذن الله سبحانه وتعالى اذا واحد يجي يقول لا عيسى بنفسه بدون اذن من الله والعياذ بالله هو الذي احيا الاموات هذا شرك لان الاستقلال في هذه الامور خاص بالله أما عيسى إذا فعله على نبينا والي عليه الصلاة والسلام إذا صنعه فبإذن الله إذا واحد يقول إن عزرائيل يقبض الأرواح بدون إذن الله بالاستقلال هذا الشرك أما يقول إنه يقبض الأرواح بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا إيمان في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء الخلق له ويختار يختار للنبوه للوصايه ما كان لهم الخياره ما لهم حق الاختيار سبحان الله وتعالى عما يشركون اذا قالوا لنا الاختيار فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى في سوره الزخرف الله سبحانه وتعالى يرد على مجموعة من مزاعم المشركين أن يقولون لماذا محمد صلى الله عليه وآله صار نبي لماذا هذا القرآن لم ينزل على عظيم مكة أبو جهل مثلا عمرو بن هشام لماذا لم ينزل على عظيم الطائف عروة ابن أبي مسعود الثقفي الله يردهم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا في الرزق الله فضل البعض على البعض هسه هذا صار عظيم في قريته زين لان الله سبحانه وتعالى اعطى اموال مثلا اعطى بعض القدرات فصار عظيم في قريته مو من نفسه زين الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه واله واختاره للنبوه، فشنو المشكله في ذلك؟ الله كما اعطى لاولئك الرزق كذلك يعطي لمحمد صلى الله عليه واله النبوه. اصطفاه فجعله نبيا. في سوره ال عمران في اول السوره الله سبحانه وتعالى يبين انه التكوين له والتشريع له ان الحكم الا لله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هذه في آية الآية اللي بعدها يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني خلقك خلق الناس وأنزل عليهم الأحكام التشريعية ما إلى معنى واحد مثلا طالع من الغربيين ويقول الله أجل من أن يشرع لنا الله عظيم يجي يشرع لنا الجواب نعم، الله عظيم وخلقنا. نحن أمام عظمة الله لا شيء. الله سبحانه وتعالى عظيم وخلقنا، الله عظيم وشرع لنا، ومن لطفه ذلك. من لطفه أنه يشرع لنا تشريعا يناسب تكويننا. التشريعات البشرية تتأثر بالزمان، بالمكان، بالمصالح، بمجموعة من الأمور. لكن الله سبحانه وتعالى تشريعه حق مئة بالمئة لا يتأثر لا بزمان ولا بمكان ولا بمصلحة تشريعات البشرية كثيرا ما مشوبة بالجهل الإنسان يجهل فيشرع كثير من الأحيان نشوف برلمانات وإلها مراكز دراسات وأخصائيين وبطريقه ديمقراطيه يناقشون قانون يصوتون على ذلك القانون. بعد فتره يتبين لهم خلل في ذلك القانون. يجون يعدلون القانون. او يغيرون القانون. ليش؟ لانه اكتشفوا خللا فيه. ما هو سبب الخلل فيه؟ الجهل، ما كانوا يدرون شنو يصير. من كل الجوانب حاولوا ان يحكمون امرهم لكن غفلوا عن بعض الجوانب لعدم علمهم. لكن الله سبحانه وتعالى العلم عين ذاته، لا جهل فيه، لا نقص فيه، فهو كما يخلق كذلك يشرع. الله سبحانه وتعالى اختار اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، اولا اصطفاهم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاهم وامر الرسول ان يبلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والرسول بلغ. وصل للمسلمين يعني الان انت عندما تذهب وتناقش في كتبهم موجوده الروايات التي تتم الحجه عليهم ما يقدرون الان بعد هذه الروايات يحذفوها كثير من الاحيان يتمنون انه لو لم تكن هذه الروايات موجوده انا يعني قرات لاحدهم كلام يذكر حول الحاكم النيشابوري الحاكم النيشابوري الى كتاب المستدرك على الصحيحين يعني استدرك على كتاب البخاري وعلى كتاب مسلم على شرطهما يعني الرواة الذين رووا عنهما وكانوا يوثقونهما يوثقونهم يعني يوثقون اولئك الرواة نفس الرواة لهم روايات أخرى لم تذكر في كتابين في الكتابين فهذا الحاكم جمع هذه الروايات وفيها روايات في فضائل أهل البيت طبعا في فضائل غيرهم أيضا روى الروايات لكن الروايات اللي في فضائل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لا تروق لكثيرين، فشفت واحد منهم يقول يا ليت الحاكم لم يكن يكتب هذا الكتاب، ما كان قد كتب هذا الكتاب، ما يقدر يطعن في الحاكم النيشابوري لانه وثقه الجميع، ما يقدر يطعن في رواياته لان اسنادها صحيح على شرط الشيخين، لكن هذه الروايات فيها فضائل اهل البيت لا يتمكن من ان يرى تلك الفضائل. وحتى في غير هذا الكتاب من سائر الكتب. لذا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله واختيار اهل بيته الى اختيارهم. طبعا هو اختيار الله لكن الرسول بلغ الائمه بلغوا والقران يناديهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون هذه ايه ثم الامام يستدل بايه اخرى وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله له الولايه بالذات على البشر لانه هو الخالق المالك. والرسول صلى الله عليه واله له الولايه على الناس وعلى المؤمنين لان الله سبحانه وتعالى اعطاه هذه الولايه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. في يوم الغدير حسب الروايه التي يرويها العامه والخاصه الرسول بدأ بهذه الآية قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله يعني أول بدأ حتى باشر واحد لا يطلع يقول من كنت مولاه يعني صديقة ناصرة لا من كنت مولاه يعني أولى به من نفسه لذا قدم هذه الايه كمقدمه: الست اولى بكم من انفسكم؟ مو أنا اولى بكم من انفسكم؟ لي الولايه عليكم؟ قالوا نعم لان الايه تقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. قال زين: ما دام انا اولى بكم من انفسكم فابلغ عن الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني من كنت اولى به من نفسه فعلي اولى به من نفسه. يعني جميع مناصب الرسول باستثناء النبوه لانه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه واله جميع تلك المناصب تكون لعلي بن ابي طالب ولذا قال: انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. زين منازل هارون من موسى ماذا كانت؟ وقال موسى لاخيه: هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيلا مفسدين، يعني اي وقت الرسول ذهب وبقي علي فعلي هو الخليفه من الرسول كما ان موسى اذا ذهب وهارون بقي فهارون خليفه عن موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. والقضيه هم متشابهه بنو اسرائيل وهم بنو اسرائيل، اسرائيل يعني يعقوب النبي عليه السلام عبد الله إسرائيل يعني عبد الله النبي يعقوب أولاد أحد عشر زين ويا يوسف يصيرون 12 هؤلاء كانت لهم ذرية كل ذرية سبط تكاثروا صاروا أمة أولاد أنبياء أجدادهم أنبياء والله سبحانه وتعالى في القرآن يصرح أنه فضلهم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في زمانهم هؤلاء رأوا المعاجز بأعينهم شافوا أن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب بعصاه البحر فانفلق البحر فعبروا من البحر فلما توسط فرعون وقومه البحر ضرب العصا مره اخرى فتراكمت المياه وغرق ال ال فرعون في البحر، شافوا هاي المعجزه شافوا معجزه المن والسلوى شافوا المعجزه بضرب الحجر وهذا الحجر كان تجري منه انهار راوا هذه المعاجز هسه موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام يريد يروح الى الطور لكي يتلقى الالواح التوراة تنزل عليه. زين. اتأخر موسى عشرة ايام، عشرة ايام فقط. خلال شهر وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر، فتم ميقات ربه اربعين ليلة. زين، خلال عشرة ايام موسى ما رجع وهارون كان خليفة موسى ماذا فعلوا عبدوا العجل اولاد انبياء شافوا المعاجز الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى بني اسرائيل يقول واني فضلتكم على العالمين اصحاب موسى عبدوا العجل مو انه هسه فقط أزاحوا هارون لا حتى في التوحيد ماذا فعلوا بالنسبه الى هارون استضعفوه طبعا هارون كان قويا شجاع النبي والنبي كامل لكن عندما قوم باكملهم يرتدون عنه، ماذا يتمكن من ان يفعل شخص واحد؟ لذا في الايه الشريفه هارون يقول لموسى ان القوم استضعفوني عشره ايام وطبعا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه واله انه جميع ما جرى في بني اسرائيل يجري في هذه الامه. وهذا الحديث موجود في صحاح السنه ايضا. حذو القذه بالقذه حتى انهم لو دخلوا جحر جحر ضب لدخلتموه، يعني حتى في الجزئيات. وهذا ايضا حدث اصحاب الرسول صلى الله عليه واله كانوا مع رسول الله، امنوا بالرسول، نصروا الرسول. راوا المعاجز من رسول الله صلى الله عليه واله غاب الرسول عنهم. غيبه دائمه الى يوم القيامه لكي يلتقي بهم مره اخرى. ففعلوا بعلي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام صنعوا به ما صنعت بنو اسرائيل بهارون. والرسول يقول انت مني بمنزله هارون من موسى. وروينا في حديث ان امير المؤمنين بعد يوم السقيفه خاطب قبر الرسول صلى الله عليه واله ان القوم استضعفوني وكادوا ان يقتلونني. صحيح امير المؤمنين شجاع قوي لكن إذا ألف واحد هجموا عليه أربعة آلاف هجموا عليه طبعا يقتلونه لأنه ما كان بناء أن يصير معجزة في يوم عاشوراء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام شجاع قوي من شجاعة حيدر لكن حينما آلاف مؤلفة من الناس ثلاثين ألف أو سبعين ألف أو أكثر احتوشوه من كل جانب يقتلوه ولم يكن بناء المعجزه ان تكون هناك معجزه تحدث ولو ان الله سبحانه وتعالى اذن للامام الحسين بالمعجزه فارسل الملائكه لكن الامام الحسين عليه الصلاه والسلام كان يعلم ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يستشهد فلذلك ولو ان الله اذن له بان ينتصر بالملائكه لكنه لم ياذن لهم لينصروه لانه كان يريد كسب رضا الله سبحانه وتعالى زين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هسه إذا النبي أمر بأمر سواء كان أمرا في قضية عامة أو في قضية خاصة إذا قضى أمرا بعد ماكو خي اختيار مرة الرسول يخيرك مو مشكلة بس إذا قضى ما لك حق في أن تخالف أمر الرسول وهذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وآله كانت ترغب في أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وآله فالرسول قال لها تزوجي زيد بن الحارث، هذا زيد بن الحارثة كان أسود أجدر عبد الرسول اشترى وأعتقه وزينب بنت جحش من أشراف قريش بس الإسلام إجا لإلغاء هذه الطبقية المسلمة كفء المسلم هذه من القبيلة الأرفع هذه من القبيلة الأخفض هذا جميل هذا قبيح هذا كذا هذه لا اعتبار لها في الإسلام المسلم كفء المسلمة الإسلام جاء لإلغاء هذه الطبقيات الزائفة فالرسول قال لها تزوجي من زيد هي رفضت نزلة الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا مرة يخيره الرسول يجي يشفع قالت أتأمرني يا رسول الله في قضية أخرى قال لا بل أنا شافع لك مو مشكلة لكن إذا قضى أمرا يعني بت في أمر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله بأن يخالف أوامرهما فقد ضل ضلالا مبينا، يعني الضلال واضح. بعد ذلك الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يستدل ويستشهد بآيات اخرى سنتلو هذه الآيات ان شاء الله في حلقه قادمه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.